من هيئة الدفاع عن الشهيد أيت الجيد. كما يعلم الرأي العام كاين واحد ملف جاري أمام قاضي التحقيق يتعلق بالتحقيق في جريمة اغتيال الشهيد أيت الجيد، وهي جريمة قتل عمد مع سبق الإسراء والترصد. وهذا الملف هو من إحدى الملفات العالقة ديال ضحايا الحركة السورية المتطرفة الإرهابية، واللي هي حركة اللي كانت في ذاك الوقت. والمتهم الرئيسي في الملف عندنا هو القاتل حميد الدين. الملف قطع أشواط في قضاء التحقيق، وجاء الشاهد أمام المحكمة وصرح بأنه شاهد بأم عينيه حميد الدين يضع رجليه فوق عنق الضحية، وباقي مما ساهم في ضبط الضحية وإحكام به ليقوم رفاق المجرم برمي حجرة كبيرة في الدوار على رأس الضحية فأردته قتيلة. الشهيد أدى هذه الشهادة، سمعناها قاضي التحقيق واش غيحل الملف للمحكمة في حال يتابع حميد الدين في حالة الصراحة في حالة اعتقال، أم غيقرر حفظ الملف. حنا نترقب وكنتمناو من العدالة، حنا عندنا ثقة كبيرة في عدالة القضاء المغربي، أن يتم محاكمة هؤلاء القتلة الذين قتلوا الضحية لا للشيء إلا لأنه يؤمنوا بحرية الفكر، يؤمنوا بحرية الكلمة. شكرا لكم. تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.